وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصليه سقر وما أدراك ما من تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. درس ما يرد تفسير الكشاف لسر آياتين 26 27 28 29 خدا حسكي من السر واني دي ببريدن لبلا من نقر من بيجن داوية مساد قيم. سأصليه سقر بلي اللي كرمت قدر نيجة تشكينا وتشكينا الحمد لله. سيدايا اي ميكروفون و مكي اسنيم انا محمد دنگي زارو کا دي دنگي پيره کا دي ميكروفون و بگرن اوه کو ميكروفون و مكي بن گره پر دي قطي بن دنگي عائله نيا مالي كرم کا سيدا سوصليه سقر ازي باب جم سقر و ما ادراك ما سقر ما تيج کو بزاني کو سقر چيا او سقر اسلام بغير حد اسلام معنا شوتاندنا باقر داخل كرن شوتاندنا باقر يعني اقدر ابي شوتين دي سياسنا نارا ذات لهب اجاب راستي لفظ اصلاعي جبكو عابيتنا دو عاقر دي يعني او عابيتن ما معنى كربين لو رتيت مثلا بي سياسنا نارا ذات لهب اتكر بيجي سياسنا تي بيجي بشوطي بشغي فايدة نارا نرينا من نفسها يعني سأصليه سقر محقق دي مقام آويتنا بشوطاندي نتي سمان كرين لي ظاهري وي سأصليه سقر ازي بابج مسقري وي بيغم سقري دي شكول حوجة ناقي ام بيجن كا سقر شو ني ني نب شوطي تاني اتشكي دي جيب كي ما نقوش تلو سيدا يعني اصلا تعبينا شما بدخول انه وتي دخول عامة صلي خاصة يعني آويتنا آقيره جبوي بلي تعبير بصليته يعني. اري اللي جاء مقصده من يعني او شاط قاضن بلا بمينه شو يوري زادن قبل. باش ازوي با بيجم سقريش خوتي اوتنا دو اجر ده يعني سقر جي معنى اجر ما تيجي كوب زامبي كو سقر تشي ما كو لا تبقي ولا تذر او سقر اجر كي سنجريا لا تبقي ولا تذر براستي شن معنى لي ليد كبر يعني ابن عباس في مثل معنى لي دايا وفسره ديجي تمام تشمات مع المسرسكينينا دخوستنا كو لا تبقي ولا تذر تكرار دي لاتشي نبي جموك تكرار دي لاتشي نبي ظاهري وي لا تبقي يعني لا 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 ناهيني نوا لا تتركو ولا تذر وجي ظاهري ولا أبكو من لا تتركو يا جبون في السيرفيس عالم مع جهه جهه معنا الاداره احنا كنقول يا مثلا لا تبقي البدن ولا تذر العظمه يقول يا لا تبقي العظمه ولا تذر اللحمه وفلان يعني مثلا جهه جهه معنا الاداره اجا ان بين شيء ان بين لا تبقي ولا تذر هي إيه سيدا اذا مخشي براستيك معنا الاخي هذه بدها جامي ميزن كا او فرقه هذا معنا شيء إجا يام بيجن لا تذر تأكيدا يقول ظاهري كوبيغا معنات كن إياج يام بيجن لا تبقي ولا تذر يعني لا تبقيه حيا فيهلك نوا وبشر يعاد به فلا تذره على حالي بشتكو أو إعادة به يعني يسمى معنى يام الله عالمي به معنى كرن يعني لا تبقي يعني على شيء يسمى حال كينا إلى
ولا تدعوا حتى ويترك ناقه حتى ويهلك يعني وي... يعني معناه مقصدها من ابي معناه ترجيح ديك المفسر بيت بيجن لا تبقي يعني ناهله وحالفه بدكو هلني وبدكي هلاك ليش لي هلاك يجي نكو جاي هلي هلاك يبلكي اعاده بديسا ديسا بيشتي اعاده جي ديسا هي دبجي برنده سيدا دقيق يا زلمه سيدا ما لويس كو ساصليه معنى يعني سأحرقه. نوصل سيدنا ما بيسي. ليه؟ يعني تبيا دي تبو يانا اشتراها ما وصلها. دي يا سيدنا. تدي تيه؟ ليه؟ كاب السكنة يجي ايش طب خوينه. ده دستي مدى كلمات القرآن هي وده دستي مدى اللغة العربية المعاصرة سجلك هي اشترى بخوينه. سيدنا سأصليه يعني سأدخله جهنم. ها اجا صلى صلى يصلي صلى والنار صلى بالنار صلى على النار يعني اصله ادخله فيها فنزل من حميم وتصليه جحيم مثلا يعني بمعنى دخولها صلى الشيء القاه في النار اذا صادقون كيف كلمه دخول عام علي سد دخوله عفوا كاسيدا ايش مرتبه جوابا ما لشاكدم سيدا نابجي اصليه معنى احرقه سيدا بيدخله النار مزنا يعني باصلاء دخولك خاصه نا سيدا توسع خاص تبيجي ايش هذا الجمل انا صلى لا لا دقيقي سيدا سيدا وصل جرى خشط يا سيدا نديت يعني انا معنى احرقونا صلى فلان النار دقيقي اللغات البلد من اللغات صلى فلان النار القاه فيها اذاقه عذابها اصلا استعمالك على اساس مقلب يجي تعبيرك قراني خاصه بمعنى او عذاب داين او شي جاندن او قابتنات اجر ده لاحراق تهتنا اجو استاذ ظالم تدريكي والاصلاء شيء لا بلي جعل الشيء صاليا اي مباشرا حر النار بلي سيدا منين صلى يصلي صلى النار صلى النار منين وفعل صليا يطلق على احساس حراره النار يكون لاجل التدفئ ما بويا اصلا ويطلق على الاحتراق وعليه سيصلى نارا ذات لهب لا يصلها الا الاشقى ويصلى منها سعيدا اما دخول ايش بس يدخلون الجنه ازولا يعني امريكا بيجن سيصلون الجنه نعم مثلا نعم امريكا يصلى زيد المسجد او قصد سيدا ابا ازولا قاموس المحيط سيدا قاموس المحيط صلى يصلي صلى تصليه الشيء النار وبها وفيها وعليها القاه في النار وشواه تمام امنی آبیتنه ها به من آبیتنه آگیره شو دقیقی که تو ایه که بابی جی آگیر قی هر رو بداری به کیف بکه او هر آگیر یعنی معنی چیه بخوی بابی جی آگیر یعنی پشتی تو یکی بابی جی آوی تو یکی بابی آوی یعنی بشل ببه تو یکی بابی آگیر ای بشوته هما صلا نه معنی شوتاندن ها صلا معنی القایه صلا معنی القایه بله سلام کریم سیده ملست لبه اتشوا فهم بكم يعني تبي فرق هناك هو صاليا يا لازمي معنوي اويليا اب صلاكو تريش يوم متعبي معنوي اويلي شو يعني ابوكو ابوكو سيدا ملويتي كوتيكو معناه شلون بنت ذهبي او صاليا يا صاليا صاليا يعني معناه شلون بنت الا كيف ذهيا يعني أوبتن كي بقى شوطان أما أبا كنت بجي الصلاة يعني معنى ألقى أو صلاة أو نصليا أو متعديا أدن بركي أو فرق هذا إيه أما مشهو سأصليه هي سأصليه أو متعديا سيدا صلى شيء رماه في النار قاموس المحيط تقرأ ها صلى الشيء رماه في النار أوقع إذا بكرة بقي لمنا شدد خدي شدين لنا لا لا بشدلو او جدا ما دركت يا صلى صلى انا القاموس ابن يغل طب تمام كريم كريم
سليم على سعيد. سليم على سعيد. دامكن. أنا يا الله. مگو او آگیره که مگو سنجیریه جه بدنه نتشته که دهیله اونه جه برده ده بله او ما ها لو واحد من البشر معلومه او ده معنی مشهور تی ده هنه سیده زمخشری معنی که ترجیح ده که لبله عالم مفسر دن اغلب که معنی ترجیح ناکن یعنی امی ده معنی دیخن یک او لو واحد من البشر معنى راجح أو يعني ظاهرة كل البشر يعني إيش بشر راجح إنسان أرى أشكرت يديتن أشكرت يديتن لبلي سيدا إذا مخشري هي إيه لو حب معنى معنى كده لي أخي معنى يعني بيكون الشوادة ها الشوادة تغير أو السويدات وتغير وسوجاندن وبرقاندن فلان إيه بيجري لبله اجازه توازن بده سیدا صابونی هوا لیم تو چی گفتیم که مامج را پش بود زمان جور بینم رحمت الله علیه دب لو واحد من البشر ای تلوح و تظهر لانظار الناس من مسافات بعيدة لعظمها و هولها و كقوله تعالى و برزت الجحيم لمن يرى قال الحسن تلوح لهم من مسير من مسيرة 500 عام حتى يروها عيانا فهي باردة إلى أنظارهم يرونها من غير استشراف ولا مد أعناق. إجت واختار بعض المفسرين أن لو معنى لواحة للبشر يعني محرقة للجلود مسودة لها تلفح الجلد لفحة فتدعه تتركه أسود من الليل من الليل. إجا وإن البشر جمع بشر بشرة يعني بشرة وهي جلدة الإنسان الظاهرة والظاهر بما ذكرناه لأن الله تعالى ذكر من وصفها لا تبقي ولا تذر تشويدي قوتية تشتكي ناهلي فأي فائدة في وصفها بتسويد البشرة بعد ذلك وما اخترناه وأن بيجن لوحة معنى الظاهرة هو ما رجحه القرطبي ونسبه إلى ابن عباس وكذلك رجحه الإمام الفخر رضي الله عنه عليها 19 لسر سقري لسر جهنمي نوتربان هنا نوتربان هنا وكمبين يعني أبيكو بأمر جهنمي راد من هنا نوزده نوزده هنا نوزده معلوم القرآن طعم مبهم قوتية تتشو تميزي كفازي لقورة فين بكي ممكنة لبلي القرآن عام قوتية قوتية عليها 19 نقول يعني فردا نجماعة ونا قبيلة ونا عشيرة بل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إلى آخر الآية يعني شيء يعني ما وظيفة كارو بارن دوجه تني دايا فرشتا ملائكة فرشتيان يعني ملائكة وما هجمارا وان نطربانا يبقى نطربانا جهنمي دكين جي كرا امتحان داكو خدي كتير جدل باور بك داكو وما جعلنا عدتهم الا فتنه الذين كفروا ليستيقن داكو جدل باور بك الذين اوتوا الكتاب اهل التوراه اهل انجيل داكو خدي كتير جدل باور بك شما لو تيد القران التوراه دجي الانجيل دجي التعبير هي و يجيبوا أم بين بجهنم رادبن نوزده وداكو باوريا وليست وليش وليستيق ليستيق الذي هو الكتابة ويزداد الذين آمنوا إيمانا وداكو باوريا مؤمنا جي زيادة ترببه دورة شاغيكو مؤمن ببينن وأهل الكتاب باوري آنين بيجبوكو مطابقة جبوكو مصدقة مع القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل نوزا مصدقا جبونا في التوراة والإنجيل وديت إجي إيمانا واجي زي ترتد بي وداكو فت... داكو فدي كتير ومؤمن لهجمارا واندا نكبن قماني لو رحبت جوكي هم بيجن ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون تماما نوا إجاد بيدا معجزك إذني قرآني ظاهر دبي معلوم سورة مكية نوزا سورة مكية نازل بويا وقرآن دد مكية بيجي
وليقول الذين في قلوبهم مرض وداوك او منافقين كدلي واندا نخوشي ونفاق هيا وين كافر ين مطلق كافر ببيجن مطلق كافر كينا كافر مطلق نورمال اهل مكينا يعني ايه امبي مشيكي مكينا اهل بلي يقول الذين في قلوبهم مرض او منافقين كد مدينه دا يظهر بن امجي معجزه قرانيه اي بيجن شي بي ماذا عرض الله بهذا مثلا مقصد خدا بذي حجماري تشيا بذي اواي الله تعالى كي بخوازي رجري يعني وكي بخوازي ينري راس جي خداي تبي ذا كسب حجماري على شكري خداي تنزانا طب اف دليل تشيا اف دفيني كدبي وما يعلم جنة ربك الا هو اف دليل كتسعة عشرة نتشتكي معينة بلكي مبهمة بلكي رمزة بلكي علامتك يجبو اتفاق توراة وقرآن وإنجيلية كيف السيدة حرمتكم؟ لا السيدة دقيقة سكنة أفجبو مروضا تني شيرته درسة وما هي إلا ذكرى للبشري كلام كثير معلوم شيرة مكية ومنافق جيل لمكية تنبونه وخبرت ده منافقك ومنافق جيه ببن دمك القرآن دبريكو أو رسول الله هرم مدينة المدينة منافق شيب بن أو هاشب هيوان شيب بن قرآن بري فيانك كا خبرش بيغمبر عليه الصلاة والسلام راد ده أو يجي يجوان معجزات قرآنية كل هاي مركز جيه بلسين كريم جاء معلوم سأصليه دي تركيب مشهور دي تركيب مشهور أغلب ديسا مفسرة سأصليه وكي سيدا أبو حيانجي جوايا دي بي سأصليه بنا بدل أم ناخن بدل احتراس كل سيدا زمخشري حتى عبارة كيد بيجي أتوازي عبارة كل ممكاز ببينم بأز راس تايورم بلي قال في البحر بلي ويظهر دي بي قول الزمخشري أنه بدلون ويظهر أنهما جملتان اعتقبت كل واحدة منهما فتوعد على سبيل توعد العصيان الذي قبل كل واحد منهما يعني دبنا بس وصلي سفر نبدلش بيش آياتا حفدها كما قول سأرهقه صعودا سأرهقه صعودا نا أو سأرهقه صعودا أو خده بر تهديدك وعلى كونه عنيدا لآيات الله جزائي تشيا بإرهاقي صعودا ويكو قوتي هذا القرآن سحر أويجي جزائي بإصلائه سقر أفخش ترتيش مراجي يعني ما دام إمكان هيا وأم هردوا بيخن تفصيل جبو هري إبن جزائي فرقية كي شمامي بيخن بدل إذا سيدا إذا مخشير معهم بيس أوصليه ببدل من سأرهقه صعودا لبالي يجوا أبو حيانجي قبول لك احترازتك أم يبي خشترتك يعني هل نبي هل يكي جملة بسري أخويا نفسا؟ أجزري أخويا بتشكو متوعد به ونيكت بها متوعد به هردوها نيكت ولا سيدا شتكو صادة جد خبادانا دي منافقي ده دي مشركي ده وليد بن المغيرة بلي سادسة دواوي ده يعني ده تر خبردان او قرآن خبردان ده و مسلس دوی دريش ده كو بدل با فشوی با اما بدليتا كو عيني يدون انينا بله بله نا مقصد بشتی كو احكيم افتايا بك نهاتيا بيرا سيدا زمان شريف ساوير نهاتيا عالمي دن اغلب قصد دن بنا حم بدل بنشوكو متوعدو به وانيك وش لا تبقي افسقر شيئا يلقى فيها تشتكوا بآبيت انت إلا أهلكته أب معنى مشهور معنى خواش وكيف ما قولش ابن عباس جياتي رواد كن أبا لا تبقي شيئا يلقى فيها إلا أهلكته تشتكى يعني معنى هدوى نيك ها نتأكيدة لا تبقي السقر شيئا يلقى فيها أهلكته يعني ويد بيق نيزيكك وبيبي هلاكك وتشتكى تدنهيلي بيبي إذا هلك لم تدروا هالكا دي سوي درجة برنادة حتى يعادة أبقى قلت تشتها يك
لا تبقي ويت حالي شاخي قلت يا بدين جهنم ده ويجوي حالي ده تخي تخد عيارة جديدة لبش ترجي ديسا تبجي برنادة حتى ديسا بزبري وكي حالي قوي بري جمو ديسا عذاب بيتشيجي أبخوشا لبر أزبيد توازم مانا شارك توازم للي قسم التركيجي مزيني أبي تشوى معنى كده أسف معنى مراك يعني مكبين أمبر أزمان أبتع أبي كواري كسيدة ملاوي سيجي وسيدة ملا جمال أو زحت تشتغلن أو بلا وجي بشتغلن أصلا أو يدنا أشتغل حتى بع صواب كن لك هاي يدنا أشتغل جاميرا لك أم شو ليش نوا أم نكارن لأن بلا فرق بها هدو جاميرا كن كد بيتشي هاي لبين بلا تبقي ولا تزرو يعني نورمال ده كنت نمعنا السيدة زمخشري اللي بدي يعني جبو تشغي معنى لده نكو جبونا وجه هفرة ببن تأكيد حتى دبن زده هب معنى وترسنا شد به يعني جبونا هردو جبو هردو كلمة نبن زده هف ام في معنى لده ده واو طب لا تبقي ولا تزرو يعني تدبي يعني قصدا يعني ده جي وري تخوان انا يكو سيدا اذا مخشيت بجد خوازن تو يبغيني تيجي معنا جي ده لفي لا وش خوا تمام يعني اصلا ده او هردو دخيك يعني ابي بيت اي بري نا نا يبري نبو تاكيد نا نا يعني نا تاكيد او زدياتش ارتدراكي بالضيات بلي اري يعني وكي تبش قبيلة لا تحيي ولا تميت يعني لا 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 يحيا فيها ولا يموت لا يموت فيها ولا يحيا لا يعني يموت فيها ولا يحيا لا تبقي يعني لا تحافظ عليه ولا تزره ولا تتركه يعني ولا تتركه يعني اجينا بين هرد وهذا يعني مثلا يعني لا تتركه ولا تبقي على شيء يعني شيئيات بناء لوينا ولا تدعه من الهلاك الهلاك ده جنالة جارنكا ويتنتك حالوي ودي شاف شبه بيك لك يا سيد أبعنا بني شيء بتخو أتشمقوا كل ما يطرح فيها هالك لا محال أنا أبيك قرأ بالتأكيد أدب نوها معنا وينا ونوصا فيهم كل شيء يعني نقول هذا سيدا او لا تبقي او لا تذر تاكيد لا تبقي وكي مزي فين دير شو بي بيشي ما معنى سيدا نتاكيد نتاكيد تاكيد ب متعلق هاد يا جيك مفعول هاد يا جيك دبي دار اذا لا تبقي وقت تي اوبيتني وي حال اوبيتي دا نايله وي هدب هلاكي اجا ولا تزر تشتي كبير هلاكي لا تزر اجا ويد هلاكي دا جنايله چونكي هلاكي نوع اجتراحاتك يا يعني معنا بيشي يا ابني اه اجاد بيبي دي لاك ده جنايلة ويجيري تينا دي ساج بوك دي سابعي لاك بلي ايه ابيا نبو تأكيد اما تأكيد معنا بدوا ده شد بي تمام معنا بدوا تخوص نزمني ها اريه ايه ده الدوا سيدة مالي صالح اما معنا معنا بيشي شو بدي اما الابدو كده معنا ددي اجي معنا ددي اجي معنا اول فردش إتتنا النار الله إتقد بجي إتقد بجي بل كل ما يطرح فيها آلي كل لا محالة راسي مش شش حرف مفس تفسير هذه ميزان تشتكي يسام من أو نكر مجيء في منك يعني من الذي شفاء وقتك آلي كل لا محالة بل إلا كنالة كل إلا كبيرة شو إشرحته يعني نا يطرح يسام قد يقول بل كل ما يطرح فيها آلي كل لا محالة يعني معزز هذيك قلت معزز سيدا سانكي اد دوجي نتاكيد بلي اد دوجي دبي لا دبي لا تبقي على شيء يعني بيش كوات اوفيتني تيدا لسر حالك وينايله دمك حالدن حالتك اشتك
عجبا حالتن حالة دقشت كدنا بوان حالة دا هلاك جهيتنا دبي ولا تدعوه من الهلاكي جهلاكي جوي تركناك يعني جحالي عول كدر دخينا دكا حالتي دنيا حالة دنيا دبك بهلاك بيجا يعني جهلاكي جي معصوم جهلاكي جي مسؤول جهلاكي جي محافظة كري وينايلة وقتا كد حالتن حالة دقشت كدنا يعني ها دكات شكي دبيش از اوا تركيب وينم لا لا دقيقة بقى أبقى عليش على شيء أنت بقى سيدا هون بين دقتا ونقش اللي بده شغل جارة بيشي قول أنت بيشي ده بين لا تبقي شيئا نزل ليه الدواء ده لا تبقي على شيء تدلو غدا أبقى عليه أشفق عليه هون أبنائي أم أوساهم تشكسا نايبيرا وآل أم معنى بتتوى يعني لا تبقي على شيء يعني لا تشفقوا على شيء شفقته اللي تشتكي هناك ولا تذروا ولا تذروه من ولا تذروه من الهلاك يعني اجب موسى معنى الدنيا مليخ كان اجب يا ما شاجه تبيجه اف معنى اف ولا بخوينا تمام ده مال سيدا ساصلي سقر ايتين ساريق سعد او شخب شو بدين يكشنه اطلان بين شيء يوق etmeden bırakmaz. Yok etmeden bırakmaz. O şey yok olduğunda da tekrar eski haline getirilinceye kadar bekler. Ölü halde bırakmaz. Böyle. Veya hiçbir şey üzerinde helaktan bir şey bırakmaz. Helak etmeden terk etmez. Aksine içine atılan her şeyi mutlaka helak olur. Teşkilci paşin pırnağı son. Nefret. Valla sen hani ki jmere gamı daha mübelki hundur. Muğlak de yani. Böyle. E tamam devam ki Ezra. Devam ki ne olsun? Meli meli. Yani ben marama kol gud. Meli meli. Cehval ki bu hoşi jmere şeydir bizden bir ikmale yaptı. أم دوامت كن لواحة وجهك مجودي معنا دوا ترجع كريا معنا وزحنا ترجع كرين ترجع كسيدا دبي لواحة مأخوذة من لوح الهجيري من تغيير الشمس يعني ها يعني من تغيير وتسويدي المابونة دبر طابة شو أو مابونة بر طابة شدك إنساني روي إنساني أم بدوهرين رشدك وكيف لاحت النار ولاحت الشمس بجوي معنى معنى كريا دبيت دلنا خوش في شعرك تنيت بتقولوا ما لاحك يا مسافر أفيد شيء أن يسرد في حالة الرش أو كريا رنجي تخرى كريا ترش كريا ترش كريا دبي يا ابنة عمي لاح للهواجر او ما بنا بالطاب ناس اذا مسبج لاح قيدات ودبي لاح للهواجر برصابيتي مرشكريه مرشكريه يعني مرشكريه في لا مدري ولا تفاشي دي قيل تلفح الجلد لفحه فتدعه اشد يعني او اجر او سقط شوكو بري خدا بيجي جلدي اي معلوم بده لو واحد من البشر او بشر بمعنى جلد يعني فتدعه اشد سوادا من الليل والبشر اعالي الجلود لبلي وعن الحسن او معنى كديجا معنى يبقوا ام ترجع ديك انشيا تبي لواحة يعني ظاهرة للبشر يعني للناس تلوح للناس تظهر للناس ابجي بمعنى قوله تعالى ثم لترونها عين اليقين يا جيوي آياتا كما بلي أخوان ما قو بلي أو آياتا كما قو يعني أولا ظاهر دبي نوا أولا الجنسان أرى ظاهر دبي مان ما قو بلي وقرئ معلوم قراءتي مشهور ام لواحتون دخوين انت خبرك مددك محذوف يعني هي لواحتون وقرئ لواحتون كلمة كرشت هردا كتبه والبشر تشيك من الليلي والبشر اعالي الجلود نوار بل بل اه او بشرت يعني امدين يا بشر او يعني او شرمي انسان دربي شرمي يعني دربي شرمي دربي جلد دربي شرمي
وقرئ لواحة منصوبا على الاختصاص للتهويل يعني أخص لواحة جبوت شجي جبوت تهويل وتعظيمي قاتم منصوب كرنسال اختصاص بل عليها 19 يعني أي يلي أمرها يلي أمر سقر يلي أمر جهنم ويتسلط على أهلها جبوت تعذيبه 19 ما قول نوزدا أبيها يكو تعبيرة قرآنية إذا تتخيق وام تميزي تقدير بين أم يان بين ملكا يان بين صنفا من الملائكة يان صفا من الملائكة يان نقيبا شوفوا شاقي نقيب بي لما كي هر نقيبة كي إجا بمليونة لبرد استواء هذا أو يك أو خلاص إجا 19 مع لكي عزرائيل كي كرهي بي حلقي هكا كي دستين عمم أو كيفر أو يا دلجي يفر برد استواء زحمة إجا 19 معلوم بينج حب حركة فت بينج حب فتعة بيها بودين جبوا يدهن قراءات هذا عين ساكن هات يا خواندين 19 بسكون العين لتوالي الحركات بما هو في حكم اسم واحد بل ومركبة عددية وقرئ 19 إجا أو معنى كده معلوم 19 وجهي عشر جمع عشير وكي يمين وأيمن يمين أيمن معنى عشير يعني وكي قبيل يعني قبيلك من ملائكة قبيلة يعني جعلهم ملائكة إجت تخي الدين حكمتها شما يكو أهل يمعذب ملائكة نمس الإنسان لأنهم خلاف جنس المعذبين من الجن والإنس مخالف جبنا جنسك وأبنتين عذاب داين إنس وجنة نخوة فلا يأخذهم ما يأخذ المجانسة من الرأفة والرقة ناقي جوا أو تشتي كتير معلوم شغل الإنسان ظلم الإنسان بك يتشب نبي أو بأوجه الجنسي منها نبا أوجه وكي من إنسانة يعني دبيكو وشغل رأفتك رقتك دلتانكي بيرا جيبي نفس قياس نفس قياس كتير ملكة رأف جنابي لا ليس كلام أنا أظن ملكة يعني غضب خدي عطنا شكرني كي مرحمة وشفقة باطلة بيك ميل ناكن شفقتي ناكن راحتي نادن أبدا ولأنهم هو أقوم خلق الله بحق الله وبالغضب له يعني هاتنا مسا خلقان دين وأن راسترين خلق إنسان أنا كو بحق إخوة تعالى رابن أن خلق شترين مخلوقات خدانا بأمره فرمان فرمان خدا رابن هو بالغضب لأجله وغضب جبونا ويبكن إجا فتؤمنوا فتؤمنوا أوادتهم يعني يلاقتنا من التعبير كي إيرو أرغ تعبيري له يعني يلاقتك بكن نامني فتؤمنوا أوادتهم يعني أو دلتنكيوان نامني أم مؤمن به ولأنهم أشد الخلق بأسا وأقواهم بطشا متأكد هذا عن عمرو بن دينار واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم شعر موسى ذلك إنسان هذا في جهنم أكثر من ربيعة ومضر يعني زيادة أفراد قبيلة ربيعة ومضر يتجاري كده موسى دست خدا في جهنم بين إنسانا أفقص في دافي جهنم يعني وقع إيرو كمان في جهنم وهندستاني كارب هفرا بابنجي أريدو وعن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم الحديث أصلي بيت النبي صلى الله عليه وسلم كأن أعينهم البرق شعب وكي برقية وكأن أفواههم الصياصي ودبي واجي وكي وكي أون وكي سور شكفتة وكي شكفتة وكي شفقة تعبيرها تعبيرها ما أمدوه وكي شكفتة يجرون أشعارهم لأحدهم مثل قوة الثقلين يجوى قاسي إنس الجنة تبقوا طبيعية يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل بسربش داويجي شياهية إجا فيرمي بهم في النار عولي ودابيج الآقر ده ويرمي بالجبل عليهم وشياجي دابيج السرسلي و بل يا ربكم حظنا للجنة يعني مزكي فقط شكي فرع جايبة يا هلي بل أم دوام بكين وروي أنه لما نزلت عليها 19 أن بحث أبو جهل بكن أبي جبجي قال أبو جهل لقريش ثكيلتكم أمهاتكم يعني ديا وبيوا بميني
أسمع ابن أبي كبشة محمد عليه الصلاة والسلام كم يخبركم أن خزنة النار در جبان جهنم 19 إيه خيرا خديا أب أبن أزدحى بجهو وأنتم الدهم ياجي الدهم يعني هون جماعتك فر فر مظنن أم سحفن أم بصدانة بأزارنا إيه أيعجز كل عشرة منكم هما نبي نبي أري يكي من نبي يكيوا لهما هر دهجما أن يبتشوا برجل منهم هذا ما أم يكي بقرن جد فقال أبو الأشد بن أشد بن جد الجمحي وكان شديد البطش يعني القرى هو أني فهلوان وأبوك وحلا أنا أكفيكم 17 أزي تيرا حفدحة بالمن يعني أبي كافري جيوساقو فاكفوني أنتم اثنين بلا دوج ولا بن يعني حنك يخبك بملائكته فأنزل الله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة بيننا ليون فعندكن وتوامدكن كوي إنسان يبكي ولد بنخير ما جعلناهم رجالا من جنسكم ويطاقون وهنا بقربنا وبلي أنا بس سؤال يجيبه هنا سؤال جواب يجيبه هنا بلي فإن قلت قد جعل افتتان أو الله أعلم بقوله بكي بوا افتتان ويا لنا ولا تا افتتان قد جعل افتتان الكافرين فتنخسنا كافرة بشي بعدة الزبانية هجمة روان زبانية سببا لاستيقان أهل الكتاب يجبون يقيمون أهل الكتاب وزيادة إيمان المؤمنين واستهزاء الكافرين والمنافقين يعني أو عدة الزبانية شود بنجوارا فما وجه صحة ذلك بلي البيجي أمي تشبكن أمي شونا يعني وما جعلنا عدتهم إلا فتنة يعني إلا 19 كوبب سبب فتنة يوسف إجناء قلت ما جعل افتتانهم بالعدة سبب لذلك افتتانهم نب عدتها نب هجمارية وإنما العدة نفسها هي التي جعلت سببا أو عدة أو هجمار سبب فتنة شما وذلك أن المراد بقولي وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفر معناه بيشيا ما جعلنا عدتهم إلا 19 يعني ما أجمال وقتها نوزده إجا فوضع فتنة الذين كفروا أب بيض كتشونا موضع 19 إبيجي لأن يعني مربي أو نوزدهيها لأن حال هذه العدة لو أب أجمالها وأن ناقصة واحدا من عدد العشرين كوش بيستا يكي كيما نوزده مثلا نوى حالي بأبا أن يفتتن بها من لا يؤمن بالله وبحكمته أبيكو بإيمان خدا وبحكمة خدا نيني معلوم إيش وخورة ببي فتنجرة ويحطري ده يعني تلوك يبيت شما نوزده نبيستن ويستهزيا إيوكي وان مشركي كف مكة وأبو جهل كي شمكي استهزائي بكي ولا يذعن إذعان المؤمني إطاعتنا كي قبولنا كي تسليمنا به وإن خفي عليه وجه حكمته لمؤمن حكمته ويفهم نكجي خفي بلسان لديسا إيمان تيني قبول دينك بردست به هنا خد معنا بوتشي نقول جعلنا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة بوتشي معنا به كأنه قيل ولقد جعلنا عدتهم عدة مهجوارة مهجمارة خصية هجماركي ومن شأنها أن يفتتنا بها يعني حالي وروشة وأوى وإنساني كل إيمانك دراس ودرس بيرا به والتسليمية بين نبي أو بكبت فتنة ده جبوتش لأجل استيقان المؤمنين نوى جبو مؤمن يقين بالبينين وحيرة الكافرين واستيقان أهل الكتاب لأن شما جمع قو بحث أهل الكتاب مكر لأن عدتهم 19 في الكتاب لو روكي ما بريج يقو ما قود التوراة وإنجيل دجي هجما روان نوزديا إجا فإذا سمعوا أو أهل الكتاب بمثلها بمثل في عددها نوزديه في القرآن أيقنوا يقينا في مدينك أنه من منزل من الله أب كتابك اشترف خدا جهيلا خدا عطية وإزدياء جم مؤمن ما زيدت بإيمانا وإزدياد المؤمنين إيمانا لتصديقهم بذلك كما صدقوا سائر ما أنزل شو تمامي التصديق كرين هو أب هجمارا نوزده وظاهره به نهج مارك بحكمته لتصديقه بكين جبوا إيمانا وان زيدت به إجا همشي جبوتش لما رأوا من تسليم أهل الكتاب شغلك أهل الكتاب أهل الكتاب جواكي وقبول كرن أو إيمانا وان هي زيدة تربة وتصديقهم أنه كذلك
سيدا عفوا از بلي تقديني سيدا زمخشري دو خدات فردا بيجه وما جعلنا عدتهم الا فتنه يعني خدای تعالى سانكي وان بريه فتنه گراندنا كو خدا بي عددي گرانديه گراندنا بي عددي جوي فتنه وان او او چغي خدای تعالى حاشا بفو علي الشري يعني القوتناوي علي زمخشيش بيدرابيش جوي درابه جبركو جوي درابه رادبه دبي خدای تعالى اصندا خدای تعالى بي صابي عددي چكني يعني وما جعلنا عدتهم الا عده خدای تعالى قرنا عدتك او عدت كان سببا لان يفتنا بيا السبب جبونا فتنه ونكو خدا ذي عددي خصوصا جبونا كو ها اجا مثلا سبب ايديا هدف ايديا غرض ايديا اماج ايديا خدای تعالى بله خدای تعالى يعني ابيا نكو كريا اماج جبونا فتنه ون أبي أبي السبب إيه؟ قاضي أميتي بخوين إيه هني واضح ببعض فوضع فتنة للذين كفروا موضع 19 وكان أصل كلامي عليها 19 وما جعلنا عدة أصحاب النار إلا هذا العدد المخصوص الذي هو سبب فتنة الكفار فوضع المسبب موضع السبب ليؤذن بأن هذا العدد المخصوص ليس إلا للابتلاء قلتنا زمخشرية لبي القاضي تبيجي على دقالي ودي تشكي خوشتر تبيجي بقال القاضي وما جعلنا عدتهم إلا العدة إلا العدد الذي اقتضى فتنتهم هو 19 فعبر بالأثر عن المؤثر على أن تنبيع على أنه لا ينفك منه أثر المؤثر شبدو ناقته يعني أو عدده أو فتنة شبدو ناقته وافتتانهم به استقلالهم له واستهزاؤهم به واستبعادهم أن يتولى هذا العدد القليل تعذيب أكثر الثقلين يعني نكو خداك يا استقلاله وانفه ما هو يدخل استقلالهم له يعني تبيه ندك له تيتوك أبو جهل قوان ندك أم تيرا واتكن إذا تشدي خوش هيا تبيه ولعل المراد بالجعل بالقول وما جعلنا يعني وما قلنا ليحسن التعليل بقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أي ما قلنا إن عدتهم كذا إلا ليكتسبوا اليقين بنبوة محمد وصدق القرآن لما رأوا ذلك موافقا لما في كتاب موافقا لما في كتابهم أو كتبهم من. يعني مثلا دفردا دخ هدف يعني كو خدا عدد وان وصل شيء كده يجبو إيمانا مؤمنا وآل كتابا بيزيدا ببا أبيا غاية بجي أما نكو غاية به فتنة أوكيجيا فتنة كافرة وفتنة منافقة غاية به أونينا بل كي بيه السبب شو تديه تبي يكي قوتيه أخي خلاصة وين أو إزعانة تامة إيمانة بالغيبة وإيمان نيني معلوم يحكاز ألوي عدد يبكرن أو عدد جوارد بسبب فتنة دبي مكفر كي جوردا آبيت يا تشي سري خدا يبني مكفر نابيت يا سري تا مقصود به اوه يعني خدای تعالی عددی وی نجبونا کوانا هرن دلالتی کریه اما بلکی جبونا کو ایمانا مؤمنا پی زیده و او بیه سبب بیه سببی کوانا جی بحطن فتنه کره بلی اصابه کم الله و غیرین کسی امانت خدا پاتری و